أنا نأخذها ناصر بن خليفة الملحم، نأخذها فريق الزبارة، عدد الأفراد 10 زائد نأخذها. هاي السنة الرابعة بتكون إن شاء الله. السنة الأولى فزنا بالثالث، والسنة الثانية فزنا العاشر، والسنة الثالثة كان عندنا عطل بس كملنا المسابقة بدون نتيجة. أنا خبرتي في البحر ما بقل من 30 سنة، مارست الصيد كهواية ومارسته كحرفة تجارية. احنا الفريق كتير على أساس كفاءتهم في الصيد، وبعدين أنا اللي عجبني في فريقي أكثر شيء عندهم روح الفوز، وأنا صراحة من الناس اللي أعشق الفوز وأكره شيء الخسارة. فريق الزبارة فريق صعب، السنة حاطين كل جهدنا، نطمح أن نكون الأول يعني ما نكون حتى الثاني.